رقم واحد. خلاص فندم ثانية واحدة. الصورة معايا يا فندم، الصورة معايا. وانتوا كنتوا حاسين قد ايه هم ما كانوش بيناموا في الفترة اللي فاتت وخلال الفترة اللي جاية ان شاء الله لغاية ما تخلص تنظيم البطولة في السويس، المجهود اللي تم سواء من المحافظة بالكامل او من اللجنة المنظمة او من الاعلاميين او من اي حد موجود في السويس او من اهالي السويس، احنا بندعو اهالي السويس بالكامل انهم يحافظوا على مكتسباتهم اللي قدروا يوصلوا لها لغايه دلوقتي في الشكل العام للسويس والشكل العام للمنشآت الرياضيه اللي موجوده في السويس، يحافظوا هم عليها ويمنعوا اي حد انه يفكر انه يقل من قيمتها او انه يسوق من الشكل العام اللي وصلته السويس. واحنا اللي بنأمله ان شاء الله ان خلال الفتره القادمه السويس كمان تزدهر ويبقى شكلها احسن واحسن.